طيب المتابعون يصفونها بالصفعات المتتالية، هل يجد المخزن المغربي اليوم نفسه محاصراً بتبعات سياساته المختلفة، سواء اتجاه الاتحاد الأوروبي، دول الاتحاد الأوروبي، الدول الأوروبية، وقبل ذلك أيضاً اتجاه الدول الجارة، الدول الشقيقة، وقبله أيضا عدم إبدائه لنية صادقة في حل قضية الصحراء الغربية وفق ما يعني تحكم به الأمم المتحدة. تفضل. صحيح، هي صفعات متتالية يعني يتلقاها النظام المخزني الأخرى تلو الواحدة تلو الأخرى. لماذا؟ لأن البيت الداخلي المخزني في حد ذاته أصبح أهون من بيت العنكبوت. لماذا؟ لأن الملك غائب جدا، لا ندري أين هو، هل هو في باريس، هل هو في ألمانيا، هل هو في بلد أوروبي، لا ندري أي بالضبط. حالته الصحية، الملف الصحي يعني وصلنا في خانة سري للغاية ولا أحد يطلع عليه. إذن كذلك الانقسامات في العائلة المالكة المخزنية، فرار زوجته لا ندري عندما مطالبتها بالميراث وبعض الأمور. كذلك الآن من يحكم المغرب؟ الآن هنا السؤال الذي يطرح. طبعا الذي يحكم المخزن هو الآن هو السيد أندري أزولي اليهودي، الذي لديه عداء شديد للجزائر وسياسته هذه التي يعني شجعت المغرب على التطبيع وجلب عدو بعيد من منطقة وهو الكيان الصهيوني، والتمادي في الاتفاقيات الأمنية التي أراها الأخطر. يعني إذا سلمنا جدلا بأن الجالية اليهودية موجودة في المغرب منذ مدة، وهذا يعني أمر عادي، ولكن أن تذهب هذا النظام المخزني أن يذهب بالقيام باتفاقيات عسكرية أمنية، فهذا هو غير مقبول. وحسنا فعلت الجزائر الخطوات التي تلتها جراء هذا الإجراء. كذلك الصفعات تتالى من الخارج، عندما صرح السيدة رئيسة وزيرة الخارجية الألمانية في المغرب، عندما قالت بالصحراء المغربية وتلفظت بكلمة الصحراء المغربية، وبالتالي ببريطة كعادته هذا المعتوه يقول بأنها كانت سهوة لسان. إذن الصحراء الغربية، ألمانيا تؤمن لا بفكرة المقترح الذاتي، الحكم الذاتي، ولا تؤمن بأي شيء إلا بقرارات الأمم المتحدة، وهو تقرير استفتاء تقرير المصير وفق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن. نفس الشيء بالنسبة لجوزيف بوريل عندما قال بأن سياستنا واضحة، سياستنا ليست هي سياسة إسبانيا رغم هفوات والغلطات التي ارتكبها بيترو شانشيز. إذن بيترو شانشيز لا يمثل الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي كيان متكون من 27 دولة، ولا يمكنه لشخص أن يتكلم به باسمه. الذي يمكن أن يتكلم باسمه هو السيد سابقا فريدريكا موغيريني، وحاليا السيدة أورسولا فون دير لاين، التي كذلك بدورها تقول بأن الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار، ولا بد من لجوء إلى قرارات والاحتكام إلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. نفس الشيء عندما قام السيد قيس سعيد باستقبال السيد غالي، لماذا؟ لأنها ليست غلطة. ما الغلطة في الله؟ ما العجب في ذلك؟ أطرح سؤالا. البوليزاريو عضو في الاتحاد الأوروبي، عفوا في الاتحاد الإفريقي، ومن حقه أن يستقبل كباقي رؤساء الدول الإفريقية. إذن هل تسمعونني؟ نعم أنا أسمعك، نسمعك بشكل ممتاز أستاذ قويدر شيشي. تفضل واصل أستاذ. إذن المشكل الذي أو الذي تريد أن تصنعه المغرب، وهو لماذا استقبل؟ السؤال واضح جدا.
استقبل في إطار أنه عضو لديه كامل الحقوق في الاتحاد الإفريقي، وقيس السعيد يعني استقبله بهذه الطريقة باعتبار الجمهورية العربية الصحراوية لها عضويتها الكامنة في الاتحاد الإفريقي. وما فعله قيس السعيد هو عين الصواب، ولكن النظام المخزني يريد كعادته أن يصب الزيت على النار ويقوم بافتعال وخلق أزمة بين طيب لماذا يريد افتعال وخلق هذه الأزمة، خاصة كما قلت بأنه الصحراء الغربية كذلك كانت مدعوة في مؤتمرات مماثلة سابقة كذلك، لماذا الآن هو يعني يريد العداء ويفتعل هذه الأزمة الدبلوماسية مع تونس؟ يعني من قبل مع الجزائر، تسبب في أزمة مع الجزائر، بعدها تصريحات المغربي الريسوني كذلك التي يعني كان فيها عداء كبير للجزائر ولموريتانيا، الآن أزمة دبلوماسية مع تونس، ما الذي يريده تحديدا؟ يريد فكرة التسويق إلى فكرة لا ترضي الجميع، وهي أن الصحراء الغربية الترويج إلى فكرة الحكم الذاتي. الحكم الذاتي هذه فكرة لم تلقاها كل البعض، بعض من الدول يعني قليلة فقط قالت ربما ممكن يكون هذا الحل مقبولا، ولكن سياسيا، انا اتكلم عن سياسيا وليس اعلاميا وليس على مستوى تصريح الطبقه السياسيه. نعم. مثلا في اوروبا الحل الحكم الذاتي ليس يعني في معترف به سياسيا و يعني و رسميا في الاتحاد الأوروبي. مثلا سيدة الفاضلة، قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار. نعم. ومحلها هو الأمم المتحدة وقراراتها واستفتاء قرار المصير. نفس الشيء حاولت أن تقزم ورهنت على أن تكون الزيارة الإيمانية لماكرون، لأن سياسة المغرب ماذا؟ سياسة التشويش وسياسة الاصطياد في المياه العكرة. ماذا بها هي كما يقول بالدرجة أن تكون العلاقات الجزائرية الفرنسية سيئة؟ تمنت لو أن تكون العلاقات الفرنسية الجزائرية مع كل دول الجوار سيئة جدا، حتى تكون هي تأخذ بيد الموضوع، مثلما حاولت زعمت بأنها وجدت حلا في ليبيا، تزعم بأنها تجد حلا في مالي. إذن حتى هذا التقارب الجزائري الفرنسي والزيارة الناجحة والتوقيع على اتفاقيات شراكة بين خمس اتفاقيات بين فرنسا والجزائر، هذا أزعجها كثيرا. وما أزعجها كثيرا هو كذلك مثلا سيدة الفاضلة خروج انتكاسة أخرى تضاف إلى انتكاسات المغرب، وهو خروج هذا المأتوه، هذا الذي يدعي نفسه أنه داعي، هذا الريسوني الذي الأحمق الذي يقول الجهاد، أي جهاد؟ جهاد إخوانك المسلمين، جهاد جار قدم لك يعني كما نقول أكلنا شعب واحد، تمحي دولة كموريتانيا تقول بأن وجودها غير ممكن، هذا المأتوه لحسن الحظ أنه يعني لو تكلم نفسه بنفسه سيدة الفاضلة يعني والله لكان الأمر هين، لم نأخذ بعين الاعتبار، ولكن لأن حكمه ينتمي إلى هيئة عالمية، هنا أسقطت الجزائر هذا المخطط من خلال دبلوماسيتها الرشيدة. نعم. تم الآن سمعنا الخبر بأنه استقال. نعم. إذن كذلك قلنا بأن استقال بما وصف بالإقالة، لأنه لأنه في الواقع من غير الممكن، كان منتظرا يعني من غير الممكن أن يبقى يعني شخص مثله على رأس هيئة مثل هذه. طيب إلى أين تقود كل هذه الانتكاسات التي وصفتها أستاذ قوي درشيشي؟ إلى أين ستقود المخزن المغربي؟ تقوده إلى سياسة واحدة، عليه أن ينظر إلى وجهه في المرآة، عليه أن يقول ماذا أفعل، هل الدبلوماسية الخارجية وما يسميها بسياسة ببريطة هذه سياسة خاطئة جداً،
لقد تعرضت إلى ثم يقول لك سياسة اليد الممدودة. المغرب يقول بأننا لم في خطابه يعني شوف النفاق سيدتي الفاضلة، النفاق يعني ترى الملك المغرب في خطابه العرش، خطاب العرش يقول بأن على الدول أن توضح نفسها هي القضية والمحك الحل الوحيد هو الحكم الذاتي. هاي دول أوروبية كبيرة تقول، جوزيف بوريل يصرح، السيدة وزيرة الخارجية الألمانية تصرح تقول بالصحراء الغربية، تونس تقول تستقوم بممثل الممثل الشرعي والوحيد للبوليزاريو. عليه أن يراجع نفسه. ومن لك المشكلة؟ من يحكم؟ من الذي يحكم في المخزن المغربي؟ أنا قلت لك هناك فراغ رهيب وصراع كبير بين أخوه وزوجته وميشيل الزولاي، لأنه أصبح هو الآن المسير والمنظر والموجه للسياسة الخارجية. ولكن هذه السياسة سوف يعني سوف تصطدم بصخرة صلبة، وعليهم أن يراجعوا حساباتهم. اليوم يخسرون الجزائر، البارحة خسروا الجزائر، اليوم يخسرون المغرب، غدا يخسرون إسبانيا. لماذا؟ لأن إسبانيا الحكم الاشتراكي ليس دائما في الحكم، وهذه المدة. نعم هذه قصدك يخسرون تونس أستاذ قوي درشيشي، أنت قلت يخسرون المغرب، وإن كان حتى بمعنى ضمني هم قد خسروا كذلك حتى الدعم الشعبي في الداخل المغربي الغاضب، سواء على الأوضاع الداخلية أو السياسات الخارجية، خاصة فيما يتعلق بالقضايا العربية. صحيح. نعم. صحيح. طيب طيب أستاذ قوي درشيشي، شكرا جزيلا لك. للأسف انقطع أو يعني وصلنا إلى ختام هذا الجزء من الفترة الإخبارية. شكرا جزيلا لك أستاذ قوي درشيشي المحلل السياسي، كنت معنا عبر خدمة أسكايب. كذلك أشكر الأستاذ أيضا دواجي الذي كان قد انقطع الاتصال به منذ قليل عبر الهاتف.